أخبار اليوم. استاذ مصطفى، مصطفى كابتن استنى هتصور معايا النهارده في عيد ميلاد كل سنه وانت طيب. ايوه، ان الشعب المصري عارف قيمتك دلوقتي. ايوه، وانك راجل وطني من المؤسسه العسكريه، واللي يبقى في المؤسسه العسكريه يعشق تراب هذا الوطن. والراجل ده وانا اعلم تماما كان لو عايز يمشي كان مشي هو واولاده، وبعدين تنازلوا عن الحكم لوحده في حد ذاته دوت، يعني خلانا مصر زي ما هي، يعني حافظ على بلده وعلى وطنه وعلى قوم وطنه. واحنا شفنا عندنا رؤساء كتير اللي هرب واللي مشي واللي عمل واللي سوى. معايا وليد هنا وابعت له سلام باسم كل المصريين. عماد بقى مصطفى انت وحسني مش كده يا حمد. تعالى يا جدعان عشان الطريق. بس عشان الحراك، بس عشان ما نتعبش الناس، ابعاد الناس. طبعا عشان هات كم واجه.